الصورة هنا وسط قطاع غزة منذ ساعات صباح حدا اليوم. الطواقم الطبية تمكنت من انتشال عدد من الشهداء من المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. شهيدين فقط تم انتشالهما من أسفل ركام شقة مكانية تعرضت للقصف قرب مقر النادي الأهلي إلى الغرب من مخيم النصيرات، فيما يعني تمكنت الطواقم الطبية أيضا ومن عبر يعني سيارات مدنية تمكن المواطنون من انتشال 4 من الشهداء من داخل مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة. قاموا بنقل الشهداء لمنطقة شارع صلاح الدين، ومن ثم استلمت الطواقم الطبية هذه الجثامين، 3 منهم من الأطفال، بعد استهداف الاحتلال لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. بطبيعة الحال الليلة الماضية أيضا كان هناك غارة إسرائيلية على منزل يعود لعائلة البطار، وهي عائلة نازحة جاءت من مدينة غزة سابقا، وقد افترشت أسفل يعني منزل أو أسفل تحدث الطابق الأول من أحد المنازل غرب منطقة الحسينة إلى الغرب من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي رغم أنه يعلم بأن هذه العائلة افترشت الخيام أمام بوابة هذا المنزل وكذلك بداخله، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي دمر المنزل بشكل كامل على رؤوس ساكنيه، أدى ذلك لارتقاء 7 من الشهداء في هذه الغارة الإسرائيلية. تم انتشال 4 ليلة أمس، وصباحا تمكنت الطواقم الطبية من انتشال 3 آخرين. عدد من الإصابات وصلوا أيضا لمستشفى شهداء الأقصى حيث نتواجد، وهم من المارة كانوا يتواجدوا قرب منطقة المشاعلة في منطقة دير البلح بعد استهداف الاحتلال بالمدفعية أحد المنازل في تلك المنطقة، فيما قصفت أيضا الطائرات الحربية أرضا زراعية في منطقة المشاعلة وسط مدينة دير البلح. أحوال صعبة جدا يعيش هؤلاء النازحين هنا وسط قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، إضافة لتردي الأوضاع المعيشية ونقص المعونات وكذلك المواد الغذائية المقدمة لهم من قبل الجهات الرسمية والدولية هنا في قطاع غزة، نظرا لإغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم وكذلك احتجازه لأعداد كبيرة من الشاحنات التي وصلت لهذا المعبر. بطبيعة الحال هذه المستشفى وهذه السيارة سريعا هي سيارة تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، هذه السيارة هي من بين 3 سيارات فقط تعمل هنا وسط قطاع غزة بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي المركبة الرابعة وارتقى 3 من الشهداء أو 4 من الشهداء من طواقم هذه الجمعية وهي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قبل تقريبا أسبوع في مدينة دير البلح. إضافة لتوقف سيارات الدفاع المدني والخدمات الطبية نظرا لنقص الوقود اللازم لتشغيل هذه السيارات وهو السولار والبنزين، وكذلك منع الاحتلال إدخاله لقطاع غزة وإدخاله للمستشفيات أيضا بطبيعة الحال هنا في قطاع غزة. إضافة إلى أنه قبل أقل من ساعة من الآن كان هناك في هذا المكان الذي نتواجد به تظاهرة عفوية خرجت ممن كان يتواجد به الخيام وهم من النازحين الأطفال والنساء، خرجوا وجاءوا هنا حيث نتواجد ساحة المستشفى وهتفوا بصوت واحد أوقفوا الحرب عن غزة وأعيدونا لمنازلنا. كاميرا الغد يعني قد وثقت هذه المشاهد بطبيعة الحال.